واحد بيقول لي أرجوك فهمني ما هو المعنى الصحيح للآية لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. لأن كثيرا ما أقع في هذا الخطأ وهو أني أحاول أسلك بزهد في العالم فأجد كل شيء حولي كئيبا حتى أني أقع في الحزن والكآبة ولا أرى معنى للحياة. الكتاب ما بيقولش لا تحب العالم يعني كل شيء في العالم، إنما كلمة العالم يعني الأمور المادية، أما باقي الأمور فممكن أن تعد. والعالم بمعنى الناس الكتاب بيقولها هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فآية بتقول أحب الله العالم وحاجة بتقول لا تحب العالم، معناها لا تحب الأمور المادية التي كل ما في العالم. بيقول لأن العالم مفروش شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة هي دي اللي منعنا ربنا ان احنا نقع فيها. ولا جئلك أب والحاجة، ويعني الآية دي معناها تسلك بزهد في كل شيء، انت مش راحل متقدرش تسهل في كل شيء.